للوهلة الأولى تحس كأنك في زنزبار أو في جزيرة المالديف. نحن موجودين في دولة قطر على بعد 15 كيلومتر من كورنيش الدوحة المقابل لسوق وقف. يوجد جزيرة اصطناعية على مساحة 13 هكتار على شكل هلال، ولهذا يطلق عليها جزيرة الموز أو جزيرة البانانا. الانطلاقة إلى هذه الجزيرة يكون من كورنيش الدوحة المقابل لسوق وقف على بعد 15 دقيقة بالقارب. جزيرة البانانا. مرحبا بكم خوتي في جزيرة البانانا. اليوم راح نكتشف هذه الجزيرة التي تبعد عن قطر حوالي 20 دقيقة بالقارب. يا سلام، هذا هو المدخل. بعد ما اكتشفنا عدة مناطق هنا في دولة قطر، بوليفارد لوسي، سوق واقف. هذا السوق اللي هو عبارة عن سوق قديم، وتم ترميم هذا السوق ليصبح مكان سياحي أو معلم سياحي بامتياز، وتعود تسمية سوق واقف لأنه الباعة كانوا يبيعوا البضاعة تاعهم واقفين جنب السوق، ولهذا سمي بسوق واقف. مدينة تعليمية. المدينة التعليمية اللي تلقاو فيها 13 مدرسة قبل الجامعي و8 جامعات عالمية ومكتبة قطر الوطنية. نفسها هي ورقتين على بعض مطابقين على بعض وpinched from the middle. بينها مسجد المنارتين. هذا المسجد اللي راكم تشوفوا فيها منارتين متجهة إلى القبلة، هو عبارة عن مسجد تابع لجامعة حمد بن خليفة. حديقة القرآن اللي تلقوا فيها نباتات وأشجار مذكورة في القرآن الكريم. مشير. من أكبر المناطق المزودة بالأنظمة الذكية والمستدامة صديقة للبيئة. المتحف الوطني. المتحف الوطني لدولة قطر، المتحف الذي يتكلم عن تاريخ دولة قطر ما بين الماضي والحاضر. المتحف الإسلامي. رانا رايحين نكتشف منطقة جديدة التي تبعد عن قطر حوالي 20 دقيقة بالقارب. المتحف الفن الإسلامي لدولة قطر. احنا موجودين في المتحف الإسلامي كما راكم تشوفوا سوق وقف، ومن هذا النقطة اليوم رانا رايحين نكتشف منطقة جديدة التي تبعد عن قطر حوالي 20 دقيقة بالقارب. احنا رانا في مكتب الخاص بمنتجع جزيرة البانانا الموجود جنب سوق واقف، باش نحجزوا التذكرة يعني غدا ان شاء الله باش نروحوا الى منتجع جزيرة البانانا. اليوم حجزنا تذكرة باش نروحوا نكتشف جزيرة البانانا التي تبعد عن قطر حوالي 20 دقيقة بالقارب. So well, this is the day pass for Banana Island. So it's daily available. Start from 9 a.m. Every hour is about going. So over here you can see the Banana Island shape and the map. Actually, every place it has been numbered here, and it's located. And the package is very, very easy and affordable. It's 350 per person, which is includes 200 credit for any of the restaurants for food and beverage, 50 credit for any of the activities, pool and beach swimming access, and the boat transfer going and back. So for you right now, as you came now, so this is the way back, will be for the 8 p.m. and this is the boat for going, it's at 3. So this is the day pass to visit Banana Island. So for all what you need to do, there is here like the result picture. Here there is a scan. You can go through the result facilities. It will explain all the restaurants. And yeah, so this is it. Thank you. هذا هو مكان الانتظار.
حنا راح نريحو هنايا والساعة 3 راح نديماريو والقارب او يستنى فينا هنا. اوكي هيا وهي هذا الرجل هاي يا شكرا. ومن هنا تكون الانطلاقة في هذا القارب. السلام عليكم. Good afternoon. Welcome aboard. والمدخل القارب. Thank you. قاو معنا حتى نهاية الفيديو باش تكتشفوا هذا المكان اللي رانا رايحين ليه. Mention in your boarding pass in order to avoid any inconvenience. Please be remain seated until the boat has come to our destination. Thank you. احنا وصلنا الى جزيرة البانانا. اول حاجة راح تلقوا هذا الاستقبال. الورد وقت استقبال هذا. اي فوالا مرحبا بكم خوتي في جزيرة البانانا. يا سلام هذا هو المدخل. مرحبا بكم في جزيرة البانانا. هذا هو المدخل. كي تكونوا خارجين من هذا الباب راح تلقاو هذه السيارات الجولف اللي موجودين جنب المدخل، يعني راح تاخذكم لاي مكان اللي حبيتوا، يعني مطاعم او مكان السباحه او اي منطقه في جزيره البانانا. انا راني حاب ناكل وخيرنا مطعم عربي باش ناكلو ومن بعد تبدا الجوله تاعنا. صح؟ Your name? My name is Michael. Michael. Nigeria. My name is Nigeria. Yes. Me, I from Algeria. Okay. Algeria, Nigeria. Yeah. Welcome. Welcome. Nice to meet you, yeah, Michael. Nice to meet you. This is an Alham restaurant. عليكم السلام. أول حاجة لما وصلنا إلى جزيرة البانانا بصراحة يعني جات حبيت ناكل، لأنه في التذكرة اللي راح تشريها، هذه التذكرة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني السعر تاعها 350 ريال فيها 200 ريال، يعني تستعملها في اي مطعم. ولهذا جيت، يعني اول مطعم اللي صادفني هو مطعم اللي اسمه مطعم النهم. هذا المطعم بصراحه مطعم روعه، لانه يعني لما تكونوا تشوفوا يعني الصاله هذه، يعني الجلسه تاعها يعني روعه، وخاصه الجلسه الخارجيه. يا سلام. مطعم عندهم هذه الجلسه الخارجيه، يعني جلسه روعه بصراحه، يعني تكونوا جالسين هنا كما راكم تشوفوا، يعني مقابلين البحر ومن الجهة هذه اللؤلؤة الدفنة. Thank you. You can remove this. هذا هو كباب خشخاش مع رز والسلطة، روعة. أول ما دخلنا المطعم أول حاجة راح يعطوكم ويلكم درينك اللي هو عبارة عن واتر ميلو وليمون وماء الزهر، وثاني حاجة راح تلقاو هذا المقبلات لوز وزيتون، انا بصراحه كليت منهم. اوكي حتى العصير شربته خلاص. وهذا هو الطبق اللي طلبناه، كباب خشخاش يجي مع رز والسلطه، بصراحه الطبق شهي. وهذا هو الخبز، وشوفوا فقط الاطلاله هذه، اطلاله روعه بصراحه. بسم الله. والختام هذه مهلبيه. المهم احنا كلينا الحمد لله، طلبنا كباب خشخاش بسعر 155 ريال، وطلبنا مهلبية بسعر 45 ريال، والمجموع 200 ريال. بصراحة أول مرة ناكل مهلبية مليحة كما كليتها اليوم. المهم بعد ما كلينا الحمد لله، دوكا وين رانا رايحين؟ رايحين باش نعوموا. أحسن حاجة اللي نتمتع فيها هي السباحة.
يا خوتي انا راني في المالديف، على باليش انا وراني، ما على باليش اذا في المالديف ولا وين. بانانا ايلاند ات لوكس لايك مالديف بانانا ايلاند. وعندكم 50 ريال تاع السباحة، عندكم يعني البحر ومن هون المسبح. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. There I come. Huh? Okay. وهذو عبارة عن فيلل، يعني الناس اللي تحب تأجر في هذه الجزيرة هذو هما الفيلل، وهذا هو الشاطئ يعني تحب تجي هنا باش تسبح، وهذا هو المسبح. بعد ما كملنا السباحة حاب نتمشى فقط جنب البحر. شوفوا الشاطئ هذا اللي رانا فيه، شوفوا فقط الجلسات، وهذا مكان يلعب التنس، ومن هنا البحر. والجولة الأخيرة راح نختموها بركوب الكاياك. يا سلام. للأسف جينا باش نركبوا الكاياك لكن قال لك الوقت متأخر، يعني سكروا على 6، ما كاش الحظ للأسف. الأشياء كامل اللي عندكم باش تجربوها هنا في جزيرة البانانا بسعر 350 ريال، أول حاجة المطعم، يعني تختاروا أي مطعم تحبوا، يعني عندكم رصيد 200 ريال، وثاني حاجة عندكم 50 ريال يعني مسبح، يعني تسبح في أي مكان، وثالث حاجة اللي هي ركوب الكاياك، لكن في الوقت الحالي الكاياك ما كاش لأنه يسكر على 6. هذا المكان الخاص بالغوص، أول حاجة تجي تعمل تجربة هنايا وبعدها تروح تعمل تجربة في البحر. إلى هنا تنتهي رحلتنا في جزيرة البانانا. خوتي احنا لحقنا نهاية تاع الفيديو، إن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وديروا لايك، لأنه في كثير أشياء وأماكن راح نكتشفوها مع بعض في دولة قطر.